أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قالت مصادر كازاخستانية إن وفد المعارضة السورية المسلحة يستأنف مشاركته في مفاوضات أستانا التي انطلقت اليوم مع نظام الأسد في أستانا، ويأتي هذا بعد أن علق وفد المعارضة مشاركته حتى يتم وقف القصف العنيف للطيران على المدنيين وحتى يتوقف القصف على كامل الأراضي السورية. وقع انفجار ضخم المؤقتة في مدينة عزاز بريف حلب الشمالي السوري أوقع عددا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجار نجم عن انفجار سيارة مفخخة أدى إلى قتل 5 أشخاص وإصابة العشرات بجروح في حصيلة أولية مرجحة للإزدياد. قال قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني إن طهران ستواصل إرسال مستشارين عسكريين إلى سوريا دعما لقوات الأسد، وتقدم إذن إيران الدعم العسكري لقوات الأسد منذ عام 2012 على أقل تقدير، لكنها لم تعلق في بدء الأمر على دورها علانية، بيد أنه مع زيادة الدعم العسكري ومع ارتفاع عدد الضحايا الإيرانيين أيضا بدأ المسؤولون يتحدثون على نحو أكثر علانية. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العمل معا لإنهاء العنف في سوريا، وذلك في أول اتصال هاتفي بينهما منذ أفضت الضربات الجوية الأمريكية على القاعدة الجوية لقوات الأسد إلى توتر العلاقات بين البلدين. قال البيت الأبيض في بيان إن المحادثات كانت جيدة للغاية، أو المحادثة الهاتفية شملت نقاشا بشأن مناطق آمنة أو ينعدم فيها التصعيد لتحقيق سلام دائم لأغراض إنسانية. كما بحث الرئيسان أيضا العمل معا ضد متشددي تنظيم داعش في أنحاء الشرق الأوسط. شهدت العاصمة الأفغانية استنفارا أمنيا اليوم عقب قتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين بجروح غالبيتهم من المدنيين في تفجير استهدف موكب لقوات أجنبية بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة كابول. ووصلت قوات من الجيش الأفغاني والشرطة بجانب وحدات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى مستشفى للعلاج، فيما تبنى تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الحادث عقب الانفجار. أعلن متحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن واشنطن تدرس خيارات عدة في مجلس الأمن لممارسة ضغوط على كوريا الشمالية. وتابع المتحدث الأمريكي أن تكرار الأعمال التي تقوم بها كوريا الشمالية أجبرت مجلس الأمن على بحث خيارات للرد على تلك الاستفزازات النووية، ومن ضمن تلك الخيارات فرض عقوبات جديدة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.